السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة صوفيا شانيل اللي هي قناتي وقناتكم. في الفيديو السابق الأغلبية سولني شنو السبب اللي خلى نادة حسي دير عملية تجميل الأنف ديالها. نحط لكم صورة وغتشوفوا الفرق أنفسكم وغتشوفوا شكون زار ساريكول ونادة حسي في الفندق. ولكن خوتي خواتاتي ما تنسونيش من لايكاتكم اللي كتشجعني، تعليقكم بخصوص اي فيديو كنزلو لاول مره كيشاهد القناه، ما ينساش يتابعونا وفعل الجرس باش يتوصل دائما بجديدها. هلا والله ديري فيديو دابا استاري هاش كجعد اختي بس عندي حبي اختي العيشة في الفضاء شحال زويدة صافي بقاو معانا ما تمشيوش ويلي صار شنو بان ليك صافي اختي ما تبقاش نهبطوا للارض نبقاو عايشين